فرط مانشستر يونايتد في انتصار كان قريبا منه بتعادله بهدف لمثله مع مضيفي توتنهام ضمن مباريات الجولة 23 من البريمير ليج. فبعد عاد باريس سان جيرمان إلى صدارة الليغا بفارق الأهداف عن ليون بعدما فاز على مضيف بوردو بهدف دون رد لحساب الجولة 21. وفي لفتة إنسانية أعلن نادي غلطة سراي التركي عن ضمه رسميا للهولندي فاسلي شنايدر لاعب إنتر في عقد يمتد لثلاثة مواسم ونصف. بالأوروغواي دون 20 سنة فوزه الأول في المجموعة النهائية لحساب منافسات كأس أمريكا الجنوبية لكرة القدم بعد أن فاز على نظيره منتخب البيرو بثلاثة أهداف لهدف. وافتتح دور الثمن النهائي لبطولة العالم لكرة اليد الجارية في إسبانيا بخسارته على يد الدنمارك ب23-30. نصر المنتخب الألماني فقد جاء عقب فوزه على منتخب مقدونيا ب28 نظير 23 ليضرب الناسيونال مانشافت موعدا في ربع النهائي أمام المتأهل من المواجهة المرتقبة بين إسبانيا المستضيفة مع صربيا. من برشلونة مهيب بن شويخة يقربنا أكثر من تأهل الألمان. منافسات بطولة أستراليا المفتوحة حيث لم تجد البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا صعوبة تذكر في بلوغ ربع النهائي بعد فوزها على الروسية إلينا باثنين بمجموعتين دون رد. وتمكنت أزارينكا من إنهاء المجموعتين بسهولة بواقع 6 تركي للمحترفين كبد دالاس مافريكس مضيفه أورلاندو ماجيك الخسارة الثانية على التوالي لفوز عليه ب111 نقطة ل105 نقاط. ختاما نذكركم بأبرز عناوين النشرة. البث المباشر لنشراتنا وبرامجنا وللمزيد من تفاصيل هذه الأخبار وغيرها زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت الجزيرة سبورت. شكرا على المتابعة.